عودة لكم مشاهدينا من جديد، بدي رحب فيكم وبكل شخص انضم لنا بهيدي الفقرة. وصلنا لفقرة شوبينج مع ضيفتنا أخصائية التغذية رولا غدار لنتعرف أكثر عن الجولة اللي أول مرة بتصير بلبنان. هي جولة حول السوبر ماركت مع أخصائية التغذية لتمر على كل سكشن بالسوبر ماركت ولتخلي كل شخص يعرف يختار الأكل الصحي، إيمانا منهم بنظرية إنه كل ما اخترنا أكل صحي كل ما بنعيش حياة صحية وأكل صحي وبتفوت على ثقافتنا وعبادتنا بيتنا وبنحملها معنا على السوبر ماركت. فاكيد رح نعرف كل هالتفاصيل من رولا غدار. اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه رولا. اهلا فيكي لارا. تمام ماشي الحال؟ الحمد لله. يعني كثير حلو هيلثي هابي اس، قديش نحن اذا كنا هيلثي بنكون سعيدين. قلبتوا المقاييس خلينا نقول، كنا عم نحكي تحت الهواء مجرد ما نفكر انه اكل صحي وتغذيه وحميه غذائيه بنفكر شيء سلبي، ما بنروح للهابينس ابدا. ايه بنفكروا انه هيدا شيء قصاص او شيء سلبي، بس مثل ما قلنا انه بالحقيقه نحن بس نكون عم ناكل اكل صحي، بس نكون عم نعمل رياضه بنكون سعيدين اكثر. وحتى مثل ما قلنا الدراسات بتفرج انه الاشخاص اللي هن وزنهم بالمعدل الطبيعي عندهم كآبة كثير اقل من الاشخاص اللي عندهم زياده بالوزن، فهذا الشيء بفرج انه الصحة هي عن جد سعادة. صح. هيدا النقطة المهمة اللي انتم انطلقتوا منها اليوم، والمركز أكيد. كمان مش بس بتركزوا على التغذية انما الرياضة كمان. اليوم هيك طبعاً. الموضوع الأساسي بفكرة شوبينج لحتى نخلي كل الناس تستفيد، اليوم انتم عم تقوموا بمشروع لأول مرة بلبنان اللي ذكرته، خبرينا عنه قديش هو مهم. أكيد. نحن بلشنا بهيدا الحملة اللي هي جولة حول السوبر ماركت مع أخصائية التغذية، لأنه نحن كثير بنآمن إنه نحن مثل ما قلت إذا تبضعنا وإذا اشترينا أكل صحي من السوبر ماركت معناتها رح ناكل أكل صحي ونطبخ أكل صحي بالبيت، فهذا موضوع كثير مهم. ويعني قد ما شرحنا على العالم بقلب العيادة، قد ما شرحنا لهم إنه شو الأشياء اللي لازم يشتروها، غير ما نكون نحن عم ننزل معهم على الأرض، عم ننزل على السوبر ماركت، عم ننقل أشياء مع بعض، هذا الشيء بيعلق مثل بذهنهم أكثر. نعم. وبصيروا بيطبقوه أكثر بحياتهم اليومية. قد عم تحسي فعلا الأشخاص عم يتحمسوا، يعني خاصة هلا اليوم عم نتطرق لموضوع السوبر ماركت، موضوع يمكن ما بنفكر فيه هالقد بالتفاصيل، ما بنفكر قد ايه عن جد عم بيأثر علينا. فكرتين يمكن كثير مهمين عم بتجربوا تسلطوا الضوء عليهم، انه صحي ما يعني مش طيب. هون عم بتكونوا مع كل الاشخاص لتفرجون لا فيكم تشتروا اللي بدكم اياه وتاكلوا اللي بدكم اياه وما تنحرموا من شيء انتم بتحبوه، بنفس الوقت عم بيكون الاكل طيب. وهون عم بتفسروا للاشخاص انه نزله السوبر ماركت منه شيء عشوائي، شيء بده تخطيط من الاول وبده تفكير، يمكن بدنا نحط مخطط اسبوعي. فهون خبرينا شو نزله السوبر ماركت وكيف لازم نحضر لها وشو لازم نعمل. مثل ما قلتي يعني نحن بس نفكر انه بدنا ننزل على السوبر ماركت ما ببلش تحضيرنا بس نكون هونيك، ببلش تحضيرنا من قبل ما نروح. ونحن بننصح كل العالم انه بس بدهم يشتروا اغراضهم بالسوبر ماركت يكونوا عم يعملوا مخطط للاسبوع. اذا فينا نشوف صورته كمان هلا باتشوي بيقطع معنا عدد كثير هلا بنشوف يعني. التفاصيل اللي بدنا نتطرق لها ان كان المخطط الاسبوع كل هالتفاصيل، لكن بدايه خبرينا عن الفكره بس هيك بارت صغير انه كيف عم بتتم هيدي الخبريه والناس كمان كيف فيها تكون سجل. موجوده معكم بالضبط في تسجيل لحتى تكونوا متواجدين اخصائيين تغذيه بالسوبر ماركت. مزبوط. نحن فيهم الاشخاص تسجل من خلال صفحة الفيسبوك. نعم. healthy happy us. نعم. وكمان بيقدروا يتصلوا فينا اذا حابين يسجلوا. ونحن متواجدين عم نكون بسبنس جناح كل نهار جمعة. عم بيكون عندنا ستاند من الساعة 4 للساعة 6 اذا حدا بحب يمرق يسجل يسأل اكثر عن الموضوع. والجولة حول السوبر ماركت عم بتصير كل نهار 4 من الساعة 5 للساعة 7. اوكي طبعاً. تقريبا بهيدي الجولة هيك سؤال بيطرح نفسه، كم شخص عم بتكونوا وبالتفاصيل بهيدي الجولة شو بتعملوا، يعني شو النصائح والمعلومات اللي بتعطوهم ياهم للاشخاص اللي مشاركين بالجولة؟ اوكي نحن عادة بنكون تقريبا 6 اشخاص ل10 اشخاص ماكسيموم كرمال نكون عم نقدر نعطي لكل شخص الاتنشن اللي هو أوكي. بحاجة لها. اللي بيصير هو انه بنبرم على كل سكشن، بنبلش من الفواكه والخضره، بنحكي شو الاشياء اللي لازم ننقيها هونيك، بعدين بنروح على
الحليب مثلا بنشوف اي حليب لازم نختار حسب نحن وضعنا، اذا عندنا حساسيه ما عندنا حساسيه. بعدين بنروح على الحبوب، اي نوع حبوب لازم نشتري، الصوص مثلا شو لازم نجيب، المايونيز، كل هيدي الامور بنمرق على كل سكشن، بنمرق كمان على اللحوم، بنمرق على الوجبات الخفيفه، الكورن فليكس بنقرا عليهم، الخبز، كل السكشن حنكون عم نمرق عليها. وانتو عم تحكي رولا هلا رح نروح نحن معكم جوله على السوبر ماركت ونشوف كيف بتصير الجوله خلينا نقول، وكيف الناس كمان اللي عم بتكون هالقد محمسه معكم هون. اول شيء الستاند اللي عم بيكون مزبوط، هيدا الستاند كل نهار جمعه عم بيكون بسبنس جناح، وهون نحن بنسجل اسامي الاشخاص اللي بدها تحضر معنا الجوله. نعم، حتى قديش ملفت need help to shop healthy، يعني قديش كمان ملفت، يمكن الناس بعد ما بيعرفوا الفكره بس بيجوا بإندايركت وهيك بلا شعوريا بدهم يعرفوا كيف فينا نكون. في كثير اشخاص هيك بتشوف هيدا السلوغن وبتجي طب كيف ساعدونا، كيف فينا نتسوق بطريقه صحيه، شو الفكره. بس خلينا هون نقول لكل الاشخاص انه مش بس الاشخاص اللي عاملين دايت لازم يتسوقوا بطريقه صحيه هون، يعني أكيد. مين عم بيشارك بهالجوله بالتحديد؟ في كتير اشخاص عم بتشارك من كل الاعمار كمان، يعني عم نلاقي ستات من عمر اوقات 60 سنه عم تجي وعم بتشارك معنا، بيكون عن جد عندهم معلومات كثيره بس دائما بتعلموا من بياخذوا قصص جديده، اشياء جديده. ممكن دائما نسال نحن الاشخاص من بعد الجوله انه شو رح تغيروا بنظامكم الغذائي، وكل مره بيكون في كذا شغله بيكون بدهم يغيروا. حتى الحلو بالموضوع رولا انه كمان في نصايح رح تعطينا اياها لنا نحن اذا بدنا ننزل على السوق او على السوبر ماركت تحديدا، شو بنعمل وشو بناكل وكل هيدا التفاصيل. خلينا نمرق بالصور بعد لنشوف السكشنز والمرور على السكشنز بالسوبر ماركت كيف عم بتكون. وكنت بدي اقول كمان انه في رجال وفي نسوان كمان عم بتشارك، يعني مش بس نساء، في رجال هن بيعملوا الشوبينج للبيت وهن بيشتروا الاغراض للبيت. صح. عم بحبوا يجوا ويحضروا معنا. فكره انه نبلش ثقافه بحد ذاتها، وهي هدول كل الاشخاص يمكن النظام الغذائي الصحي والسليم لايف ستايل، منه يعني شيء هيك بياخذوه عشوائيا، لا شيء بيعيشوا معه كل حياتهم. بهيدي الصوره عم نشوف شيء كثير ملفت انه نحن بنروح على السوبر ماركت بنشتري القصص اللي بدنا اياها عشوائيا، ولا بنقرا المحتويات ولا بنطلع على ولا تفصيل. خبرينا قد ايه عم بتفوتوا التفكير الصح عند الاشخاص انه لا لما تشتروا عرفوا القطع اللي عم تشتروها شو فيها. هيدي موضوع كثير 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 مهم، لانه كثير اوقات بنشوف نحن بيكتبوا على الغلاف الاغراض بيكتبوا شيء كثير ملفت، فنحن بنفكر انه هو صحي، بس تنبرم وبس تنشوف عن جد شو بقلبه وشو مكتوب بنلاحظ انه لا شيء كومبليتلي غير. ايه يعني مثلا اوقات بيكتبوا لك مثلا 0% سكر مضاف، انت بتشوف 0% بتقولي اوف هيدا كثير صحي، هيدا هو اللي لازم اخذه. بتفوتي بتقري بقلبه بيكون بقلبه مثلا 5 جرامات من الدهون وبيكون بقلبه وحدات حراريه كثير، بس لانه مكتوب عليه 0% انت فكرت انه هو صحي. فقديش هون مهم انه كمان الناس عم تتثقف اكثر واكثر، وفي اغلاط يمكن عم نوقع فيها بدون ما ننتبه هون، يعني مش بس فكره انه تنزلوا معنا على السوبر ماركت وياخذوا اغراضهم، انما كمان ليعرفوا يقروا صح ويشوفوا الليبل برا قد ايه نحن ما بنطلع يمكن. وكمان في موضوع عم نمرق عليه هو مثلا انه اذا مكتوب لو فات شو معناتها، اذا مكتوب زيرو ادد شوجر شو معناتها، اذا مكتوب لايت هيدا كمان شو بيعني. صح. كل هيدي المواضيع عم نتطرق لها خلال طبعا لانه في كثير مفاهيم بنسمعها بالمجتمع، في كثير مفاهيم بنصير بنقتنع فيها بس نحن للاسف ما عارفين شو معناتها. هون يمكن وصلنا لصوره كثير مهمه انه دائما قبل ما ننزل على السوبر ماركت نحضر لائحه او ليست انه نحن شو بدنا، اور ايلس عم نشتري قصص ما عايزينها بطريقه عشوائيه. صح. فهون بلشي لنا انت رولا شو لازم نعمل من لما مش لما ننزل على السوبر ماركت، قبل ما لما نفكر انه بدنا ننزل على السوبر ماركت. يعني هي بتبلش من المخطط الاسبوعي. أوكي. اللي هو نحن شو بدنا كل نهار نكون عم ناكل، يعني مثلا بنحط انه نحن نهار الاثنين حنتروق هيك، رح نتغدى هيك، رح نتعشى، هيدا هو السكادجول لازم نعمله، هيدا هو السكادجول اللي نحن لازم نعمله. يعني مثلا الصبح لنقول الاثنين رح نتروق فول، الثلاثه رح ناكل بيض مسلوق، الاربعه بدنا لبنه خلية.
غالية الدسم، ساعتها بنشوف نحن شو هن الأشياء اللي بدنا نشتريهم من السوبر ماركت، ونشتري الأشياء الصحية اللي جسمنا بحاجة لها. على الغداء وعلى العشاء نحن بننصح أنه مرتين بالأسبوع نكون عم ناخد سمك، مرتين بالأسبوع نكون عم نمرق شي نباتي مثلا المجدرة، الرز بفول، البرغل بندورة مع حمص مثلا، هولي كلها نحن بنشجع العالم أنه تكون عم تاخدها مرتين بالأسبوع. وكمان الوجبات الخفيفة إذا نحن منكرر شو بدنا نكون عم ناخد مثلا الفواكه، كعكة الرز، البوب كورن، بس نكون حاطين على الأسبوع كله منصير بنقدر نحن نكتب الليستة بالأغراض اللي نحن بدنا نشتريهم من السوبر ماركت. قبل ما نتابع هيك بالمواضيع أكتر، قدي الفكرة صعبة يعني أنا شخصيا يعني يمكن هلأ ما بدي يكون هيك عم نفر الاشخاص من الفكره، بس نحن لما نفكر قد ايه يمكن عن جد فكره صعبه انه قبل بجمعه تقعدي تحضري شو بدك كل هالجمعه، فشو الدافع او شو الهدف يمكن والرساله اللي بتعطيها لكل الاشخاص بتقنعيهم هالقد مهم هيدا سكادجول وهالقد لازم تقتنعوا فيه بتبلشوا فيه. هو هيدا الشيء ممكن يصير مثل روتين مثل عاده عنا، مثلا كل نهار احد نحن فينا نعمل هيدا الشيء، بس هيدا بخلينا انه نحن نكون عم ناكل اكل متوازن اكثر، يعني نكون مأكدين انه عم ناخذ احتياجات جسمنا مثلا من الاوميجا 3 والاوميجا 6، اذا نحن تاكدنا انه عملنا مرتين بالاسبوع سمك، نكون عم ناخذ الحبوب اللي هي كثير مفيده للجسم، بتعطينا حديد، بتعطينا الياف، فبكون مثل نظام غذائي متوازن. عم بفوت على جسمنا كل الضروريات خلينا نقول، لانه يمكن اذا انا بحط سكادجول الجمعه الماضيه شو اكلت، بعتقد اكلي دجاج اكثر من لحمه واكثر من سمك، ما مدخله، يمكن هول الايام ساعتها بعرف انه اليوم اكلي دجاج، بكره ممكن مرق لحمه اللي بعده سمك، كل هالتفاصيل. هو للصراحه هيدا الشيء اذا بتعمليه حترتاحي كثير اكثر كل الاسبوع. يعني اذا جربيها مثلا اسبوع واحد حتشوفي قد ايه حتحسي انه يي كل شيء منظم كل شيء جاهز، ما بتفكري مثلا نهارها انه شو بدي اتروق، عارفه حالك انه انت بدك تتروقي هيدا الشيء، ما بتفكري شو بدي اطبخ، تكوني عارفه انه هيدا الشيء اللي لكن احنا كتبنا سكادجول، خلينا نمشي مع الناس ستيب باي ستيب، كتبنا سكادجول على الاسبوع كله رولا، كنت عم بحكي تحت الهواء انه هيك وهيدي يمكن شغله انا بعملها امرار، انه مثلا بروح على السوبر ماركت جوعانين كثير وبنبلش من ناخذ الاشياء اللي لانه الجوع عم يلعب دوره، بتلاقي الاشياء غير صحيه كليا. فخبرينا عن هيدي النصيحه لنكمل بالمفيد. اكيد هلا نحن هيدا الشيء اللي دائما بنقول عالم انه ما بحياتنا نروح على السوبر ماركت اذا نحن جوعانين، لانه مثل ما قلتي بتصيري بتستحلي اشياء، بتصيري دغري يعني بلا ما تفكري بتفوتي على المحل وين ما في شوكولا وين ما في هذه الاشياء وبتشتريهم، لانه دائما نحن اكثر شيء بخلينا انه نجوع ونشتهي الاكل اذا كان السكر عنا بالدم واطي، فدائما نكون عم ناخذ مثل سناك صحي قبل ما نروح تما نشتري هيدي الاغراض. وسناك صحي في يكون مثلا فواكه، في يكون فواكه مجففه مع جوز ولوز، في يكون مثلا لبن مع فواكه، توست اسمر مع شويه لبنه او جبنه او خضره، يعني دائما بنلاقي شيء سهل انه نحن نكون عم ناخده دغري قبل ما نروح على السوبر ماركت. هون يمكن تنضل يمكن قد ما فينا ملتزمين باللائحه اللي نحن حاطينها، ولكن سؤال ثاني يمكن مش بس لما نحن نروح جوعانين، لما نحن ناخذ معنا اولاد صغار على سوبر ماركت بصير ستاندات الكاندي والشوكليت نو واي ما نمرق فيهم، خبرينا هذا الموضوع بالتحديد كيف فينا نتصرف معه. هو هيدا فينا نبلش فيه من الاول، يعني نحن نكون عم نعود اولادنا انه نحن بس نتسوق نكون عم نتسوق بالمحلات اللي فيها اشياء صحيه اكثر، يعني نخليهم مثلا هن ينقوا الفواكه الخضره اللي بدهم اياهم، انه نسالهم لاولادنا شو اطيب فواكه عندك، شو اطيب خضره، نسال مثلا نلعب معهم مثلا الالوان، انه نقي لي فواكه لونها احمر، نقي لي فواكه لونها هيك بتدمجيهم بالصح، بصيروا هن بيتحمسوا اكثر يكونوا عم ياخذوا الاشياء الصحيه وبصيروا ينبسطوا يجوا على الفواكه والخضره وما بهمهم كثير يروحوا على محل اللي فيه اشياء منا صحيه. واذا نحن من هن وصغار يعني من اول ما بلشنا ننزلهم معنا على السوبر ماركت ما بنفوتهم بهالمحلات ما حيعرفوها ومحا يصيروا بدهم يروحوا وينقوا اشياء عاده بحد ذاتها. وصلنا للستاند يمكن اللي كله هيك بالصوره مبين قديش مفيد ومغذي بنفس الوقت، هون الخضره نحن حتى منضيع يعني ان كنا صغار ولا كبار، شو الخضره الصحيحه لازم ناخذها والفيتامينات؟ اليوم هيك بدنا نستغل وجودك معنا لنعرف كيف نختار الخضره الصحيحه من الاشياء العضويه الغير عضويه عاديه، فاليوم هيك نقلينا شوي على ستاند او سكشن الخضره لنعرف كل سيد اليوم عم تنزل كيف تختار الخضره تاعيتها. دائما نحن اصلا بس بالسوبر ماركت نفوت دائما اول شيء بنشوفه هو الخضره والفواكه،
وهذا الشيء بيعملوه معظم السوبر ماركت لانه بخلينا نحس انه كل شيء طازه وكل شيء يعني كل شيء فريش بقلب السوبر ماركت. شو الاشياء اللي لازم ننتبه لها؟ اول شيء بحب دوع عليه هو انه كل لون خضره وفواكه بقلبه فيتامين مختلف عن اللون الثاني. فنحن كل ما نوعنا بالالوان كل ما جسمنا عم يستفيد من خضره وفواكه اكثر. رح احكي عن كم نوع من الخضره اللي هن هلا كثير في ضجه عليهم. في مثلا الكيل، ما بعرف اذا سمعتي فيه، بس هو هلا بسموه مثل ملك الخضار لانه باقل وحدات حراريه بقلبه اكبر عدد من الفيتامينات والمعادن. يعني بقلبه مثلا 7 مرات احتياجاتنا من الفيتامين كي. بقلبه كميه كثير عاليه من الفيتامين اي، يعني كثير كثير مفيد للجسم. وحتى حاحكي عن الفليفله الملونه، بقلبه 3 مرات اكثر فيتامين سي من الليمون. لانه نحن دائما بنفكر انه دائما بنفكر فيتامين سي دايركت الليمون، طلع الفليفله الملونه بقلبها فيتامين سي اكثر. هلا بالنسبه لموضوع عضوي او مش عضوي، في شيء تب بسيطه هي انه كل شيء قشرته سميكه ما كثير ضروري نحن نجيبه عضوي. يعني مثلا مثل الافوكا، مثل البطيخ، الاشياء اللي قشرتها سميكه ما مضطرين انه نجيبها عضوي. الاشياء اللي قشرتها رقيقه افضل انه نكون عم نجيبهم عضويين، لانه ممكن يكون المبيدات او المواد الكيماويه فايته عليهم بطريقه اسهل. وفي شيء اذا بحبوا مشاهدينا يعملوا له ريسيرش اسمه كلين 15 وديرتي دوزن. هو اللي بيكون بتعطيهم فكره اكثر على الفواكه المحدده اللي لازم يشتروهم عضوية والفواكه مش ضروري يكون. يعني قديش هون المعلومات والنقاط اللي اشرت لها رولا هلا هيك بسرعه بفقرتنا، قديش هون بيستفيدوا السيدات وقت يكونوا او الرجال اللي متواجدين بالسوبر ماركت اكثر، غير انه عم تعطيهم نصائح عم تفرجيهم الفواكه الصح. لانه هيدي الصوره موجوده معنا رح انقل لموضوع الخبز. وخبرينا هون الفرق وكل هيدي التفاصيل كمان للناس تستفيد. هون عم نحكي بين الفرق بين الحبوب الكامله والحبوب البيضاء، يعني مثلا مثل الخبز الابيض والخبز من حبوب كامله. الفرق مش بس بالالياف، لا معظم العالم بتفكر انه ايه الخبز الاسمر بس بقلبه الياف اكثر، لا طلع بقلبه الياف اكثر وبقلبه فيتامينات اكثر وبقلبه مضادات اكسده اكثر، هي اللي بتساعدنا ضد السرطان كمان. فكل شيء من الحبوب الكامله نحن بنشجع فيه كثير اكثر من الحبوب العادي. وفي كمان عالم بيخربطوا بين الخبز الابيض والخبز الاسمر، بفكروا انه الخبز الاسمر يعني دائما بفكروا انه للرجيم ما بينفع، بس هي الفرق بيناتهم اثنيناتهم يعني بقلبهم نفس كميه الوحدات الحراريه. الفرق بيناتهم مثل ما قلنا انه الخبز الاسمر بقلبه الياف اكثر فبخلينا نشبع على فترة أطول وبقلبه فيتامينات ومعادن. نعم أكثر. يعني نعم. مثل هون عم نشوف بهيدا الصورة كمان قطع معنا صور عن الحليب. كمان يمكن بعتقد في شغلة بس بدي زيدها على الخبز. شغلة كتير مهمة إنه نحنا كل ما نشوف شيء أسمر منقول إنه هيدا صحي. بس اللون كتير أوقات بغش، وحتى الاسم أوقات بغش. يعني بنسمع أوقات إنه هيدا 7 حبوب. وبس تنقرأ على الليبل بيطلع إنه ما بقلبه ألياف بالمرة. شو النصيحة هيك سريعة؟ النصيحة هون انه دايما بس دا بدنا نشتري خبز نطلع كم جرام الياف في بقلبه ويكون بقلبه على القليل 3. وشغلة تانية كمان نطلع عليها هي ليستة المكونات، واول مكون يكون من الحبوب الكاملة. نعم، يعني دايما ما كتير هيك ننجذب للوجو من برا والقصص اللي عاملينها هن قصدا تكون هيك فلاشة ونافرة لبرا، عارفين يمكن عن جد شو محل شو عم بخبي وراها. وهون بعيدا عن الدايت عن النظام الغذائي، في كثير اشخاص لان عندهم حساسيه من كثير مواد، يعني هون لازم نقرا شو المحتويات. يعني الوقت كثير قطع بسرعه، ولكن بعتقد قبل ما نحكي عن المركز كمان بايجاز بدنا نحكي عن الحليب والمواد الديري برودكتس كمان، قد ايه في كثير قصص لازم ننتبه لها نحن عم نشتريها. هلا الفكره انه صرنا كثير نسمع على انواع حليب، حليب اللوز، حليب الصويا، صويا، حليب العادي كمان الكنوة. حليب العادي شو بدنا. فهي الفكره اذا نحن في عنا حساسيه عن حليب البقر فينا نكون عم ناخذ حليب من نوع ثاني. بس حليب البقر اذا كنا عم ناخده خالي الدسم هو خيار منيح، عم يعطينا كميه منيحه من البروتينات وعم يعطينا كميه منيحه من الكالسيوم.
حليب اللوز ما بقلبه بروتين. نعم. يعني الشخص اللي عم ياخذ حليب لوز يعرف انه هو عنده نقص كميه كثير قليله من البروتين. واذا منه مدعم ما بقلبه لا كالسيوم ولا فيتامين دي. فاذا بده يكون عم يشتري حليب اللوز يعرف ما بقلبه بروتين ولازم يكون مدعم بالكالسيوم وبالفيتامين دي. اما حليب الصويا في عليه شويه يعني هو عالي بالبروتين بس في عليه شويه لغط يمكن. لغط لانه بيقولوا انه الصويا بياثر على بعض الهرمونات عند النساء وعند الرجال فينا نكون عم ناخده بطريقه معتدله صح أكثر. يعني نحن عم نحكي بفقرتنا اليوم كنا هيك عم نروح بجوله على الصور مع المشاهدين من فواكه شهيه جدا بالوانها المتعدده وحتى الخضار بالوانها كمان هيك اشرت انه كل نوع او كل لون من الخضره بفيد بمحل. اليوم هيك بطريقه كثير سريعه بفقرتنا استفدنا من اكثر من نصيحه قلتي لنا اياها رولا بس الاشخاص بيقدروا يستفيدوا منكم انتم ووجودكم السوبر ماركت بتفاصيل كتيرة. رح يقطع الفيسبوك بيج لكم والانستغرام كمان هيك بتعرفوا اكثر على المركز وبنفس الوقت كمان بتقدروا تعرفوا تفاصيل امتى رح يكونوا بالسوبر ماركت ويقدروا يتواصلوا معكم المشاهدين. هلا عم نشوف الفيسبوك وكمان رح نشوف الانستغرام وهيك كمان بيقدروا الناس يتواصلوا معي كارولا ومع كل الصبايا. فينا هيك كلمه اخيره لكل الناس ان يكون صحي وبطريقه مهمه وكمان سوبر ماركت قديش مهم وقديش نوع يمكن بأغلاط كتير من الليبل وعدم قراءتها بشكل صح. يعني أنا بشجع كل شخص أنه إذا هو بده يكون عم يطبخ أو عم يعمل أكل صح بالبيت أنه يجي ويستفيد من هيدي الجولة بالسوبر ماركت لأنه عن جد قد ما قلك في إشياء مثل تيبس أو مثل إشياء بسيطة فينا نكون عم نغيرها بالتسوق بالسوبر ماركت بتفيدنا كتير لإلنا وبتفيد عائلتنا وبتفيد أولادنا. وأكيد عم نغير كل المقاييس أنه الرجيم منه زعل منه تعب بالعكس فينا نعمل رجيم ونكون سعيدين نحن وعم ناكل اشياء صحيه اصلا مثل ما قلت رولا بيتغير كل جسمنا ونمط حياتنا. نحن بدنا نشكرك اخصائيه التغذيه رولا غدار وهيك نقلتينا على السوبر ماركت واهميه الاختيار الاكل اللي بغذي والصحي. شكرا لحضورك. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك مشاهدينا وهيك بنكون وصلنا لختام هيدا الحلقه من شي جديد. مواضيع كثيرة حكينا فيها على امل تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من كل المواضيع ومن خبرات واراء كل ضيوفنا. انا ولارا بدنا نودعكم موعدنا بيتجدد معكم بكره بنفس الوقت فكونوا على الموعد. الى اللقاء.